لو رحت في يوم من الايام عشان تشتري بيت وبعد ما اشتريت البيت ده وسكنت فيه تكتشف ان فيه ظواهر وحاجات مش مظبوطه، او بمعنى اصح كده البيت ده مسكون، ومع مرور الزمن انت بدات تاخد بالك من الحكايه دي. لا وكمان عدت بتشوف الجن او الروح اللي مسكونه فيه بتظهر لك على طول، هل هتقدر تفضل فيه ولا هتسيبه وتمشي؟ قصتنا النهارده هنتكلم فيها عن شخص فضل في بيت لمده 51 سنه والبيت ده مسكون بالجن. لا وكمان الجن ده كان بيظهر لهم على طول في البيت لدرجة ان هم جم للاخر وتعودوا عليه، والشخص ده هو الممثل المصري عزت ابو عوف واخواته. بس قبل ما نبدأ في الموضوع انصحك انك تشترك في القناة عشان هتشوف هنا عالم كبير جدا من القصص الغريبة والمرعبة. ويلا نبتدي القصة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بداية قصة البيت المسكون لعائلة عزة أبو عوف كانت بدايتها أساسا من سنة 1887 تحديدا في القاهرة. في الوقت ده البيت اللي عزة أبو عوف كان ساكن فيه كان بتاع عيلة اسمها عيلة شيكوريل، والعيلة دي كانت عيلة إيطالية يهودية وكانت غنية جدا جدا، وكان عندهم أكبر المحلات التجارية في وسط البلد. وبعدها بفترة شيكوريل توفى، واللي ورث بيت منه أولاده الثلاثة، واللي كان من ضمنهم واحد اسمه سلفادور. وسلفادور ده يعتبر هو الوحيد اللي كان من إخواته اللي فضل في البيت ده، لحد ما جه في يوم من الأيام وفي حرامية دخلوا عليه البيت وقتلوا سلفادور في بيته. وبعدها بفترة مش كبيرة الشرطة مسكت اللي قتلوه وأعدموهم واحد واحد. وفي الوقت ده البيت كان اتشمع بالشمع الأحمر لأن ما كانش فيه حد في الوقت ده يستلمه. والبيت ده فضل تحت ملكية الحكومة المصرية لمدة 30 سنة لحد بالظبط سنة 1957. وفي الوقت ده أبو عزة أبو عوف قرر إن هو يشتريه، وطبعا هو ما كانش يعرف إيه اللي حصل فيه، لكن البيت كان عاجبه جدا. وبعد فترة من سكنهم في البيت ده بدأوا يلاحظوا حاجات غريبة جدا. في البداية كانوا بيلاحظوا إن في حاجات من عفش البيت بتختفي مرة واحدة ومن دون أي تفسير. وبعد كده الموضوع بدأ يتطور لحد ما بدأوا يسمعوا أصوات همس مرعبة، وده غير طبعا إن هما لما كانوا بيجوا يناموا كانوا بيسمعوا صوت خطوات حد ماشي بره الأوض. وعزة أبو عوف وإخواته لما كانوا بيروحوا عشان يقولوا لأبوهم ما كانش بيصدق بالكلام ده ولا بيقتنع بيه أساسا. والسبب في كده إن أبوهم أساسا كان ضابط جيش، وكان متعود أساسا أيام الحرب إن هو بيشوف الناس بتموت جنبه، عشان كده ما كانش بيخاف ولا كان بيقتنع بالكلام ده أساسا. لحد ما جه يوم من الأيام عزة أبو عوف وإخواته راحوا اسكندرية عشان يصيفوا، وفي الوقت ده ابوهم مرضاش ان هو يجي معاهم. وطبعا في الوقت ده ابو عزة ابو عوف فضل في البيت ده كله لوحده، وكان ابو عزة بيحب يلحن ويعزف على طول. وفي يوم من الايام كان بيلحن في الاوضه بتاعته، وكان دايما ابو عزة ابو عوف بيحب يسجل اللحن اللي هو بيعمله. وفي اليوم ده تحديدا كان نسى ان هو يسجل اللحن بتاعه، فقرر ان هو يروح المطبخ يشرب كوبايه ميه ويرجع يسجل من اول وجديد. وفي الوقت اللي هو كان راجع فيه من المطبخ ورايح على الأوضة بتاعته اتفاجئ بأن في صوت حد عمال يلحن مكانه. وفي الوقت ده مرضاش يعطي للموضوع أي اهتمام وقال دي ممكن تكون تهيؤات، وفعلا دخل أوضته وسجل اللحن بتاعه. وبعدها قرر أن هو يروح ينام، وأول ما حط دماغه على السرير وقفل نور الأوضة اتفاجئ في الوقت ده بأن في حاجة شبه الخيط عمالة تطلع من تحت الباب، وكان شكلها غريب جدا. المهم أن هي فضلت تتجمع لحد ما تحولت لشكل بني آدم، وكان شكله في الوقت ده مرعب جدا. وفضل يقرب من ابو عزة ابو عوف وعمال يهزله راسه، وكان عاوز يوضح له في الوقت ده ان كلام عيالك فعلا صح وانا موجود في البيت. وابو عزة ابو عوف في الوقت ده من كتر الرعب طلع يجري بره البيت بهدومه الداخلية، لان فعلا على شرح عزة ابو عوف كان المنظر صعب عليه جدا. ومن ضمن القصص اللي حصلت في البيت ده كمان ان في يوم من الايام الممثلة يسرى كانت راحة لمها ابو عوف عشان تقعد معاها شوية، وفي اليوم ده هي اتأخرت جدا وفضلت لبالليل. ومها أبو عوف في الوقت ده صممت عليها ان هي هتبات معاهم، وفعلا باتت مع مها أبو عوف في أوضة واحدة. وأول ما طفيوا النور وراحوا عشان يناموا بدأت يسرى تسمع صوت حد عمال يمشي في الطرقة، وفي الوقت ده اترعبت جدا وراحت مصحية مها. وأول ما مها صحيت قالت لها ما تقلقيش وكملي نومك تاني وأنا هحكي لك على الحكاية بكرة.
لكن يسرى كانت مرعوبة جدا وما كانتش راضية تنام غير لما مها تحكي لها على القصة، لأن الصوت ده كان عامل لها إحساس مرعب جدا. وفي الوقت ده مها أبو عوف راحت قالت ليسرى على كل حاجة، وبعد ما يسرى سمعت القصة من شدة رعبها نطت من البلكونة. ودي عينة بسيطة بس من القصص اللي حصلت في بيت عزة أبو عوف. لكن طبعا عيلة عزة أبو عوف في سنة 2009 باعوا البيت ده، وانت أساسا لو بحثت على السوشيال ميديا هتشوف قصص كتيرة جدا ومرعبة عن حكايات حصلت في قلب البيت ده. قول لنا لو انت مكان عزة أبو عوف كنت ممكن تعمل ايه، ولو ليك قصة شبيهة نفس الموضوع ده سيبها لنا في التعليقات. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.